خلينا بقى نبدا اول اخبارنا النهارده. باذن الله الاهلي عنده مباراه مهمه جدا امام اسوان، ده هيكون على استاد القاهره، وكمان الفريق دلوقتي داخل اللقاء لحصد الثلاث نقاط بعد التعادل الايجابي اللي هو كان 1-1 مع الانتاج الحربي الجوله طبعا الماضيه. الفريق دخل معسكر مغلق امبارح بعد انتهاء مرانو، وريني فايلر المدير الفني المفروض اختار خلاص القائمه بتاعته للقاء، بتضم هنا بقى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود متولي، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، واليو ديونج، وعمرو السوليه، وبادجي، ومحمد مجدي، وعلي معلول، واحمد الشيخ، محمود وحيد، احمد فتحي، واجابي، وجيرالدو، ومحمد هاني، وعربي بدر. طبعا يعني خلينا نقول كل التوفيق ان شاء الله للفريق، وباذن الله كده يبقى فيه يعني مباراه قويه ولعب محترم، وكمان باذن الله كمان يتوج بنتيجه كمان كلنا نكون راضيين عنها ان شاء الله. تعالوا بقى نروح ونتعرف على تفاصيل اكتر عن مباراه النهارده بين الاهلي واسوان من داخل فندق اقامه الفريق الاول للنادي الاهلي مع مراسلنا فاروق صلاح، مراسل قناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا فاروق، واحكي لنا عن الاجواء الموجوده عندك في مقر اقامه الفريق. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل عليك يا نهواند، يوم سعيد عليك يا كريم، يوم سعيد على نهواند، ويوم سعيد باذن الله على كل جماهير النادي الاهلي من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لملاقات فريق اسوان في الجوله ال20 للدوري الممتاز. خليني اقول لك حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي. يعني الانتاج الحربي سريعا طوى الفريق صفحه مباراه الانتاج الحربي، التركيز في المرحله المقبله من بدايه من اللقاء اليوم امام اسوان، وعدم التطرق تماما يا كريم اهداف مقابل هدف. حث اللاعبين على ضروره التركيز في اللقاء، تعويض يعني النقطتين اللي الفريق فقدهم في مباراة الانتاج الحربي. زي ما احنا عارفين يا كريم وتعودنا داخل النادي الاهلي ان يعني حالة الطمأنينة شوية اللي عند الجماهير ان الدوري اتحسم لسه بدري، فايلر دايما واحنا تعودنا جوه النادي الاهلي ان احنا ما نقولش ان الدوري اتحسم الا لما يكون فارق النقاط اكبر من عدد المباريات المتبقية. بالنسبة لاجواء الفريق خلال المران الاخير اللي كان امس، مستر ريني فايلر زي ما نهواند قالت واستعرض اعلن القائمه اللي بتضم 21 لاعب، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الدفاع محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني، واحمد فتحي، ايمن اشرف، وياسر ابراهيم، ومحمود متولي، خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السلي، عربي بدر، و محمد مجدي قفشه والشيخ وجيرالدو، وثلاثه روس حربه، مروان محسن، واليو باجي، وجونيور اجاي. قائمه الفريق في هذا اللقاء يا كريم بتشهد عوده من جديد ياسر ابراهيم بعد اصابته في اللقاء الودي اللي كان امام فريق الجونه، ايضا بتشهد عوده احمد الشيخ بعد تماثله للشفاء بعد الاصابه الاخيره، وايضا عوده ايمن اشرف، بتشهد ايضا غياب رامي ربيعه للايقاف ودخول الناشئ عربي بدر. يعني زي ما قلنا الاجواء التركيز بيفرض نفسه على لعيب النادي الاهلي، اللعيبه كلها مركزه في هذا اللقاء، عايزين ناخد المرحله الحاليه خطوه خطوه، كل اللاعبين بتركز في اللقاء، ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي، ضروره ان احنا لازم نفرح كل الجماهير. ايضا من الامور المهمه ايضا كريم ايضا نهواند ان مستر ريني فايلر بيتعامل مع اللقاء باللعيبه الموجوده، يعني ما فيش اي حديث تماما عن رحيل او بقاء اي من اللاعبين، هذا الامر مقفول عليه تماما. فايلر كان في تصريح قال انا بتعامل مع اللاعبين الموجودين، الورق اللي في ايدي، وده اللي دايما انا اتعودت عليه ان الفريق هو النجم. ايضا حاله التركيز ما بين اللاعبين وبالتحديد بخص اللعيبه الخبرات واللي دورهم دايما في غرفه خلع الملابس وفي اوضه اللبس دايما، عشان اقربك اكتر يا كريم وقرب نهواند من الصوره، محمد الشناوي وايضا رامي ربيعه ووليد سليمان، اللعيبه الخبرات في النادي الاهلي ودورهم مع اللاعبين بضروره التركيز، ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي، عايزين نركز اكتر في المرحله القادمه، عندنا مشوار في الدوري، عندنا المشوار الافريقي، حاله التركيز دي كلها بتفرض على اللاعبين ان شاء الله ان هم يفرحونا النهارده نكمل مشوارنا ونفوز على فريق اسوان ونستمر في مسيرتنا نحو الدرع رقم 42. موجود معاك يا كريم، موجود معاك يا نهواند، اي استفسار اي تساؤل انا موجود معاكم.
والله يا فاروق طبعا في الاول صباح الخير عليك، ويعني انت اديتنا كده يعني نظره شامله جميله جدا، بس احنا